المواطنين المغاربه الحاجه الوحيده هي ما كنشوفوش ولا ما كنشوفو غير شي شويه، ولكن راه المواطنين حتى الجدر. هاد الوقفه جات على اساس اننا ما بغيناش دائما الا مشينا نسحبوا فلوسنا من البنكه نجيبوا جوج شهود، والحمد لله المدير ديال البنكه او ديال بنك المغرب تفهموا هاد القضيه وحيدوا لنا هاد القضيه ديال جوج شهود، ولكن داروا شي حاجه اللي صعب منها هو اننا نمشيو نديروا التزام ونقاليزيو على اساس اننا اي حاجه وقعت لنا داخل البنكه نتحملوا فيها مسؤوليتنا. هاد القضيه هي كذلك كنرفضوها، ولكن الحمد لله دخل السي الحداني ولمياء بنتي، وهادو كلهم وليداتي، ملي كنقول ولدي وبنتي المكفوفين كلهم وليداتي وبنيتاتي، والحمد لله توصلوا على اننا غيكون اجتماع الاسبوع المقبل على اساس اي حاجه كضرنا غادي ما غتبقاش مع الجوريديك ديالهم ان شاء الله، والله يوفقنا للخير بنك المغرب باش نناقشوا هذا الميثاق، لان عندنا الحق كمجتمع مدني. الوقفه جات تزامنا مع اليوم الاممي للاشخاص وضعيه اعاقه اللي تصادف 3 ديسمبر من كل عام. حنا جينا لمؤسسه بنك المغرب للاحتجاج على الطريقه باش كيتعامل بها الشخص وضعيه اعاقه وخاصة بصرية في المعاملات ديالو، لا إما سواء في فتح الحساب أو في تسييره، لأن حنا كنتعرضوا لواحد التمييز على أساس الإعاقة يتجلى في مطالبتنا بإحضار شاهدين على كل عملية نقوم بها داخل الوكالة، أو التوقيع على التزام كنتحملوا فيه كامل المسؤولية، أو إحضار كفيل، وهذه حنا كنعتبروها كحقوقيين غير دستوريه بتاتا. الفصل 34 من الدستور ينص على عدم التمييز على اساس الاعاقه، وهذا كيتجسد في هاد الخطوات الثلاثه. ثاني حاجه كنعتبروا اننا حنا مواطنين مغاربه عندنا كامل الاهليه القانونيه، كوننا غير مبصرين هذا لا ينقص من اهليتنا، لاننا الحمد لله كنخدموا العقل ديالنا اون بو جيغي لا سيتياسيون ديالنا بكل اريحيه وبكل وحنا يعني قادرين اننا نحميو نفسنا واننا نكونوا فعالين في تسيير حساباتنا، ما كنحتاجوش لتا شي حاجه من هاد الشروط الثلاث، لان هادو كنعتبروها تمييزيه تحقيريه تتنقص من مواطنه كمغاربة. ملي جيتو للبنك المغربي يعني وعدوكم شي حاجة؟ استقبلنا السيد الشريبي اللي هو المدير الفرع بنك المغرب هنا في الدار البيضاء، وتواصلنا عبر الهاتف مع مسؤول ديال السيرفيس جوريديك في بنك المغرب، ودابا حنا وعدونا بلقاء للتشاور في واحد الميثاق جديد، ميثاق جديد اللي جابوه يعني نورمالمون هو هذا الميثاق يعني خصو يكون واحد لا نوت انترن ديال بنك المغرب اللي كتغير هذا التعامل او كتجيب البديل عليه. حنا كجمعيه مجتمع مدني طالبناهم عبر مراسلات عبر الايميل ان هذا الميثاق خصنا نتشاركوا فيه كمجتمع مدني باش نعطيو الراي ديالنا فيه، علاش؟ لان لا باش ما يخرجش ميثاق اخر ونختلفوا مازال. دونك حنا عندنا لقاء في 8 ديسمبر في القطب المالي مع المسؤولين ديال بنك المغرب، ديك الساعه غناقشوا هذا الميثاق، وكنتمنى نخرجوا بتوافق معهم واننا نخرجوا بشي بروسيدور اللي كتحمينا وكتعطينا حقنا وكتعطينا مواطنتنا ديالنا لا ضرر ولا ضرار.